تحت رعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أقام الاتحاد الحر لنقابة عمال البحرين حفلا لتكريم كوكبة من العمال الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد تقديرا لتميزهم وعطائهم وتفانيهم في أداء أعمالهم في مختلف القطاعات الإنتاجية. نعم، يأتي هذا التكريم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم العمال العالمي، والذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام. أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل لحضور الحفل السنوي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين التاسع لتكريم العمال المجدين والمتميزين واستذكارا لمسيرة الحركة العمالية البحرينية وتاريخ عمال مملكة البحرين الناصع الذين سطروه بحروف من نور عبر مساهمتهم في بناء نهضة وتقدم وازدهار الوطن. طبعا نشكر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الرعاية السامية لهذا الحفل، إيمانا من جلالته بأهمية دور العامل في تنمية اقتصاد المملكة وحرصه الدائم المستمر على رعاية العمال وتحقيق مكاسبهم وتطوير حقوقهم في مملكة البحرين. والعمال طبعا هم الأساس وهم المحرك الرئيس بالنسبة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إن شاء الله في البحرين، وإحنا نتمنى كل خير إن شاء الله للعمال البحرينيين، نشاطهم وتفانيهم وقدراتهم. ووضع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هذا العام شعار البحرنة قرار لهذه الاحتفالية السنوية، إذ تم خلال الحفل تكريم 300 عامل ممن ساهموا في خدمة وبناء الوطن بمختلف القطاعات. اليوم الحمد لله نحتفل بالسنة التاسعة على التوالي ليوم العمال، هذا اليوم العالمي، وهذا اليوم بالنسبة لنا يوم مهم حق جميع عمال العالم كذلك حق عمال البحرين. وهالسنة يمكن احنا نتميز عن السنوات السابقة بنحتفل كذلك نكرم مجموعة من المتقاعدين، هذين اللي افنوا اعمارهم في خدمة الوطن وخدمة شركاتهم ومؤسساتهم. طبعا احنا كل سنة يكون عندنا موضوع معين وركزنا هذه السنة عن موضوع المتقاعدين. طبعا احنا تحت مظلة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تم انشاء مركز الحر للمتقاعدين البحرينيين تضم نخبة من المتقاعدين اللي كانوا على في يوم من الايام على رأس العمل، فرأينا ان هذه يكون فرصة جدا جميلة وجدا جبارة ان احنا نكرم جهودهم في هذه السنة. مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في توفير أوجه الدعم والحماية للعمال والمحافظة على حقوقهم ضمن تشريعات وطنية متطورة تتماشى مع معايير العمل الدولية، مما جعل البحرين من الدول الأكثر تنافسية في مجال استقطاب رواد الأعمال بما تزخر به من بيئة عمل جاذبة انطلاقا من التقدير الكبير الذي يحظى به العمال من قبل جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في البلاد. تأتي الرعايات الملكية السامية من قبل جلالة الملك المعظم لهذه المناسبة السنوية تقديرا لقيم العمل والإنتاج وعناية جلالته بالقوى العاملة المجدة في مختلف القطاعات الإنتاجية واعتبارها الثروة الحقيقية لتنمية الوطن وازدهاره. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.